إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم حكايات رمضان. كتبها للإذاعة منير عتيبة. المادة التاريخية أحمد توفيق. الأداء الصوتي أشجان أحمد يحيى. إخراج دعاء حسنين. هذا البرنامج يأتيكم برعاية بعد تطعيم أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم بشكل كامل بلقاح كوفيد-19، تمت الآن الموافقة على تلقيح الأطفال من عمر 5 إلى 11 سنة. فقد أثبتت الدراسات بعد تجارب سريرية مع أطفال حول العالم أن جرعتي اللقاح المخصصة لهم آمنة وفعالة. يوصي الأطباء بتلقيح الأطفال من سن 5 فما فوق من أجل حماية الأصحاء منهم أو ذوي الظروف الصحية الصعبة. الطفل جزء من المجتمع وهو معرض لأن يصاب بالفيروس، ويمكن أن يحمله لعائلته ولمن حوله. احمي طفلك وعائلتك ومجتمعك. لقح طفلك ليكون بأمان في المدرسة أو مع العائلة والأصدقاء وأثناء ممارسة الرياضة. تحدث لطبيبك واكتشف الحقائق بنفسك، أو زر موقع michigan.gov/kids-covid-vaccine. رسالة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في ميشيغان. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال، لا لا تنقضي أنت للروح دواء. أين أنت؟ أين سرحت أفكارك؟ في بحثنا عن رمضان. ألم ننتهي منه؟ ما رأيك لو أضفنا إليه بعض المعلومات عن رمضان حول العالم في آسيا وأفريقيا وغيرها؟ فكرة جميلة، لكن على شرط أن تجهزي لنا كوبين كبيرين من مشروب قمر الدين الذي يصاحبنا في أبحاثنا منذ البداية. طمآن لوصالك يا رمضان. في تركيا تطلق الزغاريد عند ثبوت الرؤية، خاصة في البيوت التي ما زال فيها كبار السن، وتنثر العطور والمسك والعنبر وماء الورد على أعتاب البيوت والمساجد والحدائق طيلة أيام الشهر المبارك. وتتميز تركيا بظاهرة المحيا، وهي احتفالية كبيرة تقام في منطقة السلطان أحمد، حيث يضاء 77,000 مسجد منذ المغرب وحتى صلاة الفجر. في ماليزيا يعلن مسلمو ماليزيا عن قدوم شهر رمضان عن طريق القرع على الدفوف، بجانب إذاعة بيان من وسائل الإعلام الماليزية عن قدوم شهر رمضان. وتنظف الساحات العامة وتعلق أسلاك الزينة والمصابيح الكهربائية في الشوارع والمساجد، كما توجد عادة ماليزية في المناطق الريفية حيث يتولى كل منزل في القرية إطعام أهل قريته خلال يوم من أيام الشهر الكريم لزيادة التماسك والتراحم. يا شباب الجنة عيني جدكم صاحب القرآن، صاحب القرآن. يا طيبة يا دواء يا عيانا، استقبلنا ليه والهوى نادانا والهوى نادانا. وتنشط في الصين الجهود الخيرية والدينية قبل شهر رمضان، فتلقى الدروس الدينية الخاصة بأداب الصوم والصلاة. ومن أهم المظاهر الرمضانية في الصين وجود المطابخ الإسلامية التي تقدم الكعك والحلويات التقليدية، ويفطر مسلم الصين على التمر والشاي بالسكر، ومن ثم يتناولون الإفطار بعد أداء صلاة المغرب. ويعيش مسلم الصين في طائفة تسمى هان، ويجدون شهر رمضان فرصة للتقارب وتبادل الهدايا بين بعضهم البعض. ويطلق على أوغندا لقب جوهرة أفريقيا وقلبها،
وهي الدولة الوحيدة التي لا يتغير فيها عدد ساعات الصوم في نهار رمضان في أي فصل من فصول السنة، حتى الصيف والشتاء لا يتغير موعد الإفطار، وذلك بسبب موقعها على خط الاستواء حيث يتساوى طول الليل والنهار على مدار السنة. قبل الغروب يخرج الأطفال في القرى المسلمة في أوغندا ويتجمعون وينادون على الكبار عند كل بيت خاصة في القرى، ويذهب معهم الكبار ويتجمعون عند أحد المنازل التي بها الإفطار الجماعي لهذا اليوم، ثم يؤذن للمغرب فيفطرون على التمر واللبن ثم يصلون جماعة، وبعد الصلاة توضع المائدة وهي عبارة عن الماتوكي والشوربة والموز المشوي والخبز، وتنتقل في اليوم التالي إلى منزل آخر. وبعكس أوغندا نجد النرويج، فنتيجة للموقع الجغرافي للنرويج في أقصى شمال الكرة الأرضية فإننا نجد مفارقات مناخية، وبالذات في أقصى شمال النرويج الذي يقع داخل الدائرة القطبية، حيث يطول النهار في الصيف جدا فيأخذ أغلب ساعات اليوم، بل إن الشمس في بعض المناطق لا تغرب لحوالي الشهر، كما يقصر النهار جداً لبضع ساعات في فصل الشتاء، بل إن الشمس في بعض المناطق لا تشرق لمدة شهر كامل. هذه البلبلة المناخية تجعل المسلمين في حيرة من أمرهم عندما يطول عليهم نهار الصيف، وفي حيرة أخرى في الشتاء عندما لا تتعدى لحظات النهار بضع ساعات أو عدة دقائق، فيهرع المسلمون إلى العلماء والفقهاء ليفتونهم في أمر دينهم. ويستعد المسلمون في الهند لاستقبال شهر رمضان الكريم من أواخر شهر شعبان، حيث يقومون بتحضير المستلزمات الرمضانية وتبدأ الزيارات الأسرية، هذا بالإضافة إلى أن المطاعم التي يملكها مسلمون تغلق أبوابها طيلة فترة النهار أيام الشهر الفضيل، وأغلب المسلمين في الهند يحافظون على لبس الطاقية خصوصا في هذا الشهر، ومن عادات المسلمين هناك توزيع الحلوى والمرطبات على المصلين عقب الانتهاء من صلاة التراويح. ومع ثبوت دخول شهر رمضان تسمع أصوات الطبول في أماكن متفرقة من ألبانيا إعلانا وإعلاما بثبوت هلال رمضان، ولا تقتصر عملية قرع الطبول ليلة ثبوت رمضان على فترتي السحور والإفطار، بل تستمر في بعض المناطق أثناء النهار ليوم أو يومين ابتهاجا وفرحا بقدوم شهر الطاعة وشهر المغفرة وشخصية مسحراتي موجودة في تلك الديار. يبدو أننا ذكرنا مسحراتي فجاء رمضان ناداني وقلبي لبت على وشرب من المحبة، تعال وشرب من المحبة. كنتم مع حكايات رمضان.